اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بكى الإمام بعد فتح باب الصلاة بالمسجد الحرام، غياب دام لأكثر من 18 شهر بفعل كورونا. عاد المعتمرين من داخل المملكة لأداء مناسك العمرة والصلاة داخل الحرم المكي في أغسطس الماضي، ومن وقتها ويتساءل المصريون متى نعود لزيارة الحرم المكي. تستعد الشركات العاملة في السياحة الدينية في مصر لبدء موسم العمرة بعد تلميحات من اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بأن رحلات العمرة ستفتح للمصريين خلال أيام، وبعد أن قامت السلطات السعودية بإجراءات عدة، أولها إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي وإزالة ملصقات التباعد والحواجز من جوار الكعبة. وحسب مصدر بوزارة السياحة والآثار، فهناك ضوابط صحية وإجراءات احترازية ستصدر عن اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للمعتمرين من خارج المملكة، وهي عمل تحليل الكشف عن كورونا PCR في رحلات الذهاب والعودة للمملكة. الحد الأقصى للسكن هو شخصان للغرفة الواحدة، والحد الأقصى للتواجد بوسائل النقل والمواصلات هو 40% من عدد الكراسي بالحافلات، تحديد كوتا عددية لكل دولة، تقليل مدد البرامج وإلغاء برامج الشهر، التزام المعتمرين بارتداء الكمامة طوال فترة أداء المناسك، منع من هم أكبر من 65 عاماً من أداء العمرة هذا العام. ومن المتوقع أن يعود المعتمرين المصريين لأداء مناسك العمرة والصلاة بالحرم المكي في منتصف ديسمبر القادم. من مصر، محمد الجباس.